وصلى الله عليه وآله وسلم، وإن فارق الدنيا حي صلى الله عليه وسلم، فما نصيبك أنت من حياته؟ أما هو في ذاته فحي، لكن الشان فيك. إن طلبت حقيقة الحياة في الصلة بربك الحي، فأين حياة الحبيب المصطفى فيك؟ إن كان الحبيب حيا في قلبك حبا وتعظيما وتعلقا بحضرته وارتباطا به، إن كان حيا فيك ملازمة لسننه وآدابه، إن كان حيا فيك في تعشقك للتخلق بأخلاقه، إن كان حيا فيك بحملك لهمه وهمه الله جل في علاه، بحملك لهمه وهمه أمته، فرسول الله حي فيك. رسول الله لا يحتاج إلى مجلسنا الطويل هذا الذي نثبت فيه حياته، لكن يا إخوان أنا وأنتم محتاجون إلى أن نعرف حياة رسول الله لنجدد حياته فينا. عينك هذا أحيها بحياة عينه فلا تنظر بها إلى حرام، أذنك أحيها بحياة أذنه فلا تسمع بها حراما، لسانك لا تنطق به إلا ما يسرك أن تقابل به رسول الله. رسول الله، لو كان رسول الله حيا في قلبك ما استطعت أن تقطع رحما وقد نهاك وقال قاطع الرحم ملعون ولو مات في جوف الكعبة. لو كان رسول الله حيا في قلبك ما رضيت أن تأكل لقمة حلال ولو جاءتك بأرض الدنيا كلها. لو كان رسول الله حيا في قلبك لما آثرت الفاني على الباقي، لما دنست قلبك الذي حي بحياة رسول الله بالبغضاء أو الشحناء أو الكراهية حتى لمن يؤذونك أو يضرونك. لو كان رسول الله حيا في قلبك لما مرت عليك ساعة إلا وأنت تطلب سر الحياة بذكر الله جل جلاله. فاطلبوا هذه المعاني وأحيوا بها بيوتكم بحياة سنة رسول الله، أحيوا مساجدكم بتلاوة كلام الله، أحيوا شوارعكم بآداب رسول الله، أحيوا أسواقكم بآداب وأحكام رسول الله. كان الإمام علي بن أبي طالب يقول: سوق المسلمين كمصلى المصلين، أي حيا بالذكر والعبادة والمعاملة مع الله. أحيوا هذه المعاني تحيون حياة لا تنقضي ولا تنتهي أبدا، حتى يجمعكم الله على سر الحياة في برازخكم، ثم في يوم القيامة مع الحبيب المصطفى، ثم في أعلى فراديس الجنان. جعلنا الله وإياكم ممن يحييه يحييهم بهذه الحياة. اللهم